السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الأعزاء. سؤال تكرر كثيرا جدا، ولو أني رديت عليه في عدة مقاطع سابقة، ولكن لزيادة الفائدة بإذن الله تعالى نرد على سؤال مرة أخرى، وهو لمرضى تعرضوا لعمليات جراحية سابقة في الظهر وظهرت عندهم آلام بعد هذه العملية الجراحية. نتحدث هنا عن عمليات جراحية حصلت في العمود الفقري، سواء في العمود الفقري في الرقبة أو في العمود الفقري في أسفل الظهر في الفقرات القطنية. الجراحات عادة تتقسم بين توسيع القرى العصبية، إزالة الانزلاق الغضروفي، تثبيت الفقرات، استبدال الغضروف ببديل له، سواء كان البديل هذا كربوني أو من التيتانيوم. بغض النظر، عملنا جراحة، فتحنا القناة العصبية، ريحنا الضغط اللي حاصل على الأعصاب والضغط اللي حاصل على الحبل الشوكي. بعد العملية الجراحية يعود المريض بآلام، إما هي نفس الآلام السابقة اللي كانت حاصلة معه، أو آلام جديدة لم تكن موجودة عنده في السابق. هذه الآلام يتم تصنيفها إلى قسمين: قسم ألم في مكان الجراحة، بمعنى ألم في الجرح نفسه، ألم في الرقبة فقط بدون ما يكون فيه امتداد الألم في الأطراف، سواء في الذراع أو في الأقدام، أو أنه الألم فعلا يمتد إلى الأقدام مع تغير في الإحساس وتغير في القوة. إذا كان مع المجموعة الأولى وهو ألم في محل الجراحة فقط، سواء في الرقبة، في الظهر أو في الجرح نفسه، عادة ننتظر من أسبوع إلى 3 أسابيع، بعض الأحيان إلى 12 أسبوع، إلى أن تلتئم الجروح وتتحسن الأمور، والمفروض المريض يأخذ أدوية مخففة للألم ويخضع لتمارين تأهيلية لعضلات المنطقة اللي عملت فيها الجراحة. مع الوقت بيتحسن الألم مع المريض. في حال لا، والله الألم موجود في المنطقة هذه ومع الوقت بيزيد الألم ويصاحب الألم حمى وتغير في لون الجلد، معناه أن المريض دخل في حالة التهاب وتلوث في الجرح وفي الجراحة، فلا بد من إعادة فتح الجرح وتنظيفه. أما إذا مع الوقت المريض بيتحسن أموره، فما في داعي للقلق والأمور إن شاء الله تتحسن وما في خوف. في حال أنه الألم المريض ينتمي إلى المجموعة الأخرى، بمعنى أنه الألم ينتقل إلى الأطراف، إذا كان العملية في الرقبة ينتقل الألم إلى الذراع واليد، أو إذا العملية في الظهر ينتقل الألم إلى أسفل الأقدام، عادة يكون الألم في أول أسبوع إلى أسبوعين يعني في منطقة الكتف، في منطقة الفخذ بعد العملية، أمر طبيعي. مع الوقت يتحسن الألم ويخف. إذا الألم بيزيد واخذ الذراع كاملة أو القدم كاملة بعد العملية الجراحية وما في اختلاف عن ما قبل العملية الجراحية، ننصح بعمل رنين مغناطيسي مع الصبغة إذا المريض ما عنده حساسية من الصبغات، ونتأكد أنه قد يكون حصل نزيف أو أنه انزلاق غضروفي جديد حصل أثناء إغلاق الجرح أو بعد إغلاق الجرح. هذا أمر وارد أنه يحصل، أو أنه المسامير إذا وضعت مسامير أو إذا وضعت بديل الغضروف مش في مكانه السليم أو تم إزاحته من مكانه السليم وضغط على العصب. الألم اللي يضرب في القدم بعد الجراحة عادة يكون سببه فيه شيء حاصل مع العصب، ضغط من غضروف، ضغط من نزيف، ضغط من مسمار، ضغط من أي مادة أيا كان نوعها. فينصح دائما بعمل الرنين المغناطيسي للتأكد من مصدر الألم وعمل اللازم. إذا ثبت أنه والله السبب الألم اللي حاصل مع المريض هو جسم ضاغط على العصب، فلا بد من إعادة الجراحة وإزالة هذا الجسم وتوسيع المنطقة وتثبيت الفقرات بشكل سليم. إذا السبب التهاب يكون العلاج دوائي، إذا التهاب بسبب بكتيريا أو تلوث دوائي مع مضادات حيوية، قد نحتاج نحن نفتح الجرح جديد وننظف الجرح ثاني مرة حتى نتخلص من التلوث الحاصل مع هؤلاء المرضى. نقطة مهمة جدا لمرضى السكر، مرضى السكر يعانون من آلام مختلفة عن الآلام الكلاسيكية، لأنهم يعانون ما يسمى بالاعتلال العصبي الطرفي نتيجة التهاب. مرض السكر بولي نيوروباثي اسمه، فعادة تؤخذ شكواهم على محمل الجد بشكل أكثر من المرضى العاديين،
لأنه الآلام اللي بيعانوا منها مختلفة، وبعض الأحيان تكون الآلام أخف مما هو متوقع نتيجة ما حصل مع المريض، فيكون مثلا انزلاق غرفي كبير لكن الآلام اللي حصل مع المريض ليست بتلك القوة، لكن يحصل معها شلل، يحصل معها فقدان إحساس أكثر من السابق. فلا بد من أخذ الموضوع على محمل الجد بشكل أكبر، وعمل رنين مغناطيسي عادة ما يضر المريض، وإنما يكون في مصلحة المريض إذا اشتبهنا أنه في حصل شيء. فإذا أنت تعاني من آلام شديدة أو أقوى مما قبل العملية الجراحية، فلا بد من عمل الآتي: الذهاب إلى نفس الجراح اللي عمل العملية وشرح القصة له ومتابعة العلاج معه، هو حيتخذ اللازم، حيبدأ معك أدوية، حيبدأ معك علاج طبيعي، حيطلب منك رنين مغناطيسي، حيطلب منك أشعة مقطعية، في بعض الأحيان قد تكون أنفع من الرنين المغناطيسي خاصة في حالات النزيف، وفي حالات أنه إذا اشتبه الدكتور أن المسمار مش في مكانه السليم أو في مكان آخر غير المكان السليم، عادة الأشعة المقطعية أنفع من الرنين المغناطيسي. فاترك القرار للجراح الذي عمل الجراحة، لا يعني مش انه عملت العمليه على المكان وذا وجاك الم بعد العمليه معناته انه هذا الدكتور مش جيد اروح لدكتور ثاني، هذا كلام غير صحيح. عد لنفس الجراح وتحدث معه اول لقاء ثاني لقاء، حاول تستمر في لقاءاتك مع الجراح الى ان يعينك الله وتنتهي من المشكله. كثير من المرضى للاسف الشديد اول لقاء وثاني لقاء ويمل ولا يذهب مره اخرى ويذهب الى جراح اخر لم يطلع على حالتك، لا يعرف الوضع التشريحي لوضع صحتك. فضروري أنك تلتزم بمتابعة الجراح الذي عمل العملية الجراحية، هذه أهم خطوة يجب عليك أن تلتزم بها، ومن بعدها يقوم الجراح بعملية التصنيف والتوجيه اللي تخص حالتك المرضية. نسأل الله السلامة للجميع من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.